الأمير ستينجي. استعد! استسلم! استسلم! أتساءل ماذا يفعل الأولاد؟ الباب! سوف أقتلك. ماذا؟ من يحدث كل هذا الضجيج؟ لا يكف هؤلاء الأولاد عن اللعب. ألا يعرفون قيمة الجلوس في كرسي مريح جدا طوال النهار؟ من دون حركة أو كلام؟ ماذا؟ ماذا تفعلون أيها الأولاد؟ أتيت لكي أساعدك يا تريكسي. واو! الفرسان الثلاثة هنا للإنقاذ. تترارا! نعم. ونحن كلنا لواحد، والواحد للكل. نعم. والكل لي أنا. أنا الأمير ستينجي. انحنوا أمامي يا مواطنين، لأنني أنا حاكمكم. العصير. أجل، لا أرغب في التوقف. هيا ستينجي، سنلعب لاحقا. نعم، ولكن أنا أميركم وعليكم أن تطيعوني. ولكن هذا تمثيل ستينجي. نعم، هذا صحيح. هيا نتناول وجبة خفيفة. أجل، هيا بنا. هل ستأتي ستينجي؟ أنا الأمير ستينجي بالنسبة إليكم. موافقة. نراك لاحقا. إذن ستينجي يريد أن يكون أميراً. هذا يعطيني فكرة رهيبة ومميزة. أنا لا أريد هذا التاج الورقي. إن كنت أميراً يجب أن يكون لي تاج ذهبي. أحدهم في مشكلة. حسبت أنه من السهل أن أكون أميراً. إنه ستينجي. إلى الأسفل. لا 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 لا. يجب أن يصلح هذا الشارع. سبورتاكس، عليك أن تتوخى الحذر. سبورتاكس، ما مشكلة هذا العالم؟ ماذا تعني؟ هل تظن أني أمير؟ أجدك ولدا طيبا جدا، لكن لست أميرا في الحقيقة. أرأيت حتى أنت تخونني سبورتاكس. ستينجي، لا، أنا أمير وعليك التعامل مع هذا الأمر. حسنا، إن شئت ذلك. حسنا إذن. رافقتك السلامة سمو الأمير. سوف أتنكر بزي فارس وسأجعل ستينجي يصدق أنه أمير حقيقي، ثم سأسجنه في قصر وأصدر قوانين وأرسل سبورتاكس خارج البلدة إلى الأبد. ها. ها. آلة المطاردة. حان وقت التنكر. غريب جدا، ثري جدا، بطل جدا. أرجو، كيف رياضة؟ أها، ممتاز. حان وقت الفارس.
إنزال المنصة. إلى الأعلى. ما هذا الصوت؟ أجل. انظروا هناك. هاي. واو، انظروا إليه. هيا هيا. من أطفال نور؟ من أنت؟ أجل. أنا أدعى السير روتنهام. ماذا؟ روتنهام؟ وأنا آتٍ من البلاط الملكي روبينغتون. روبينغتون؟ ما الذي يقوله؟ هذه المخطوطة الأصلية. ولاحظتم الختم الملكي. يظهر كيف أن أرض ليزي تاون كانت منذ زمن بعيد تحت حكم ملكي. ملكي؟ ملكي. في مهمة خاصة جداً للعثور على الأمير المفقود في ليزي تاون. أمر متعلق بأمير؟ أيها الحصان اهدأ. اهدأ. من هذا الشخص؟ لا أعرف. من يناسبه هذا الحذاء؟ أجل؟ يكون الأمير المفقود. واو، هذا مثير للاهتمام. والآن قفوا في الصف جميعا. هيا بنا. معلن انتظر، أنا أمير. أين ستيلي؟ ولكن نحن نبحث عن أمير هنا لا عن أميرة. هيا هيا اذهبي. للأسف. اذهبي من هنا. هل أنت الأمير المفقود؟ أتمنى هذا. لا أنا حسناً، ماذا عني؟ هل أنا أمير؟ لا لست أميراً. هيا اذهبي من هنا. هيا. هل أنت الأمير المفقود؟ أنا أمر ذلك. مهلاً، أنا هنا الأمير ستينجي. ابتعد ابتعد من هنا. هيا 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 زيجي، هذا الحذاء لي أنا. هل أنت الأمير المفقود؟ أجل. ماذا أمير ليزي تاون؟ كل أمير يحتاج نعم إلى رداء. لم يكن عندنا أمير من قبل في ليزي تاون. إني أزوجك أمير ليزي تاون المفروض. الأمير بوم بوم هو الأمير، ألا ترى هو الأمير. هذه مملكتي وهذا تاجي، مصنوع من الذهب وهو لي. أنا حاكم ليزي تاون، سوف أحميكم لأنني الأمير. سأراكم. أجل سأفعل. فأنا بوم بوم أنا أمير، ألا ترى أنا الأمير. أملك كل شيء، الواحد للكل والكل لي. أرقص بيجي. أجل. ذهب وألماس ومجوهرات كلها لي لي. أنني سنجي وهذا طبيعي، أنا أمير. لا أصدق. مهلا، لا تدع الرداء يلمس الأرض. لا يهم يا ولد. أعني طبعا سموك. لا يعجبني تصرف ستينجي. أجل. أنا أذكر زمنا كان فيه ستينجي صديقنا فقط. أجل. كما لو أنه كان يوم أمس. ماذا؟ كان هذا يوم أمس فعلا. كيف يمضي الوقت مسرعا. معركة بالونات. استعد. سموك
نعم. والآن بما أنك استعدت عرشك، نعم، عليك أن تفكر جيدا في قوانين جديدة. قوانين؟ أجل، لا أريد قوانينا، أريد أشياء، ألعابا وحلوى وآلات إلكترونية. أستطيع أن أحضر لك هذا. تاتاتا، إنه قصرك لي أنا. هذا أجمل يوم في حياتي كلها. هيا من هنا سموك، انظر ما في داخله. ماذا، صندوق كنز؟ إنه لي. ماذا في داخله؟ هذا لي، إنه لي، لي أنا. أجل جلالتك، إنه كله لك. لا يهم، هيا اذهب، اذهب ودعني مع كل ممتلكاتي. نعم نعم نعم. أنا سأذبح. سأذبح الخيل. سمو الأمير ستينجي عنده ما يتمنى قوله لكم. وأين ستينجي؟ إنه مريض. وطبعاً سموه سألني أنا أن أقدم إليكم قوانين جديدة، وعلى الجميع أن يتبعها من دون اعتراض. إنها طويلة. أجل. قانون الأمير ستينجي رقم 1، ممنوع أن يمارس أحد الرياضة إلى الأبد. مستحيل. قانون الأمير ستينجي رقم 2، ممنوع الرقص في البلدة إلى الأبد. هذا ليس عدلاً. هل أنت أميرة؟ لا. هل تملكين تاجاً؟ لا. هل نمت في سرير ملكي؟ لا. سرير ملكة؟ لا. سرير أميري؟ لا يوجد شيء كهذا. أجل. إذن أنتم لا تعرفون شيئاً عن الملكية، أليس كذلك؟ لا. انتظروا هنا، سأعود بقانون آخر. إلى أين تذهب؟ هذا ليس طبع ستينجي. هذا صحيح. نعم. ستينجي يضع هذه القوانين، لا أظن. أيها الحصان. الأمير ستينجي لا يحب أن تطأ قدماه الوحل. حسناً، هذه المماسح، نظفوا كل الشوارع. مستحيل. ماذا يسمع سبورتاكس عن هذا؟ نعم. هذا يوصلني إلى قانون الأمير ستينجي رقم 29، الجني الأزرق. ما؟ عليه مغادرة ليزي تاون وإلى الأبد أيضا. لا، هذا كثير. انتظر، لا تستطيع. طق 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 طق. الذهب جميل، لكنه لا يضحك على النكات. اشتقت لأصدقائي. واو واو واو. لم أعد بحاجة إلى ستينجي. مهلا، ما الذي تفعله؟ أريد الخروج الآن. لقد حصلت على ذهبك وقصرك وتاجك أيضا، فماذا تريد بعد؟ أريد الخروج من هنا، أنا أريد أصدقائي. أصدقاؤك قالوا لي إنهم لم يعودوا يحبونك. أتعرفون؟ لا، لا يهمني تصرف ستينجي الغريب، ما يزال صديقنا. ماذا نفعل إذا؟ نحن كلنا لواحد وواحد لكل. حسناً، سبورتاكس سينقذني. كيف؟ لقد طرد من ليزي تاون باسمك. ماذا؟ مهلاً مهلاً، اهدأ اهدأ أيها الحصان، اهدأ. مستحيل، اخرجني من هنا. حسناً، لنرى كيف يعمل هذا. افتح. أجل ونقفل. هل من أحد هنا؟ ما الذي فعلته؟ ساعدوني. إلى أعلى، سأصعد إلى الأعلى. هذا عال جدا. أحدهم في مشكلة. أرجوكم ساعدوني، أنا عالق. إنه ستينجي.
المطاردة. ساعدوني أرجوكم. انظروا، ها هو. أنا عالق. سأذهب من هذا الاتجاه وأنتم من هنا. لا أستطيع النزول. آه ها. الآن لنخبرهم بقصة الحفرة الكبيرة. من هنا، هيا. من أين نذهب؟ أنا لا أدري. من هنا. هيا فوق العشب. هيا. ونقفل. لا أحد سينقذكم الآن. هيا. ساعدونا. المكان عال جدا. كوني حذرة ستيفاني. المسافة طويلة إلى تحت. شكرا لأنك أتيت. أنا سعيدة أنك بخير، لكن كيف سننزل؟ كيف؟ النجدة! سبارتاكس! أنا قادر! ساعدنا! إنه يتسلق الجدار! نعم! لقد نجحت! هل أنتما بخير؟ نعم! لنقذف هذه؟ إلى تلك الشجرة! واو! جيد! أحسن! نعم! نعم! وهذا الطرف إلى المركبة الفضائية! نعم! واو! رائع! مزلقة! ستيفاني، أنت أولاً! مستعدة؟ أجل! هيا! هيا هيا هيا! عد سريعاً! هل أنت بخير؟ أجل، أنا بخير! حسناً! تمسك يا ستينجي! ساعدونا! النجدة! هل من أحد فوق؟ أنت هنا مجدداً. النجدة! حسناً، هل أنت مستعد ستينجي؟ نعم، هيا بنا. هيا. مستعد. هيا بنا. ساعدونا هيا. لا مشكلة. بيكسل، تريكسي، تيكي. أو لا. أو لا، ما الذي يحدث؟ بيكسل، أعطيني يدك. ما الذي جرى؟ من فعل بكم هذا؟ لما أنتم في الفخ هنا؟ لما أنتم هنا؟ زينجي، ما يزال في الفخ. زينجي. يا رفاق، هل أنتم بخير؟ نعم، أنا بخير. ماذا عنك أيها الأمير سينجي؟ هل أنت بخير؟ أنتم كلكم بخير؟ لكن الولد المعروف رسمياً بالأمير عاد سينجي فقط الآن. يا فارس، أوقف حصانك. هذا أنت؟ نعم. أها، إذن استعد، لأن ماذا؟ أمسحك خارج ليزي تاون. أنا مستعد. أجل. حسناً، حان وقت الفرسان. هيا. ماذا حصل؟ ما هذا؟ أين الرأس؟ علي أن أغادر. هيا هيا هيا. ماذا؟ انظروا. ماذا؟ من هذا؟ روبي راتن. أعرف. روبي، تحتاج المساعدة؟ أظن ذلك. نعم. اذهبوا من هنا. علينا أن نتركه لفترة أطول. نعم.
روبي سأعود بعد قليل. بينغ بانغ ديجي ديجي دانغ كلمة غريبة أغنيها. نرقص كلنا الحركة تفيد جسمنا إلى أعلى ونصف نستدير بعدها نصفق إلى أسفل نستدير غايتنا أن نتسلى. هذا كله بسببك أنت أيها المخبول.